يا مسهر سينا وطلع دابي ما. وما كاين خير مريم لقيت الخير وضحك قلبي ضحك ضحك ونسى الهموم البارح غير نسى والبارح ماشي بحال اليوم. مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في برنامجكم الرمضاني فطور مع مشهور اللي اكيد كنستضيفوا فيه مع النجوم المغاربه، كنهضروا على العادات والتقاليد الرمضانيه وكذلك الاعمال الجديده ديالهم. ضيفنا لهذه الحلقه فنان شامل، جمع ما بين العزف على الات العود والات واحد الاله كيعزف عليها اللي هي صعبه، الة ديال الوتار اللي كنا كنشوفوا الراحل الفنان القدير رويش الله يرحمه هو اللي كان كيعزف عليها، وكاينين مجموعه من الفنانين الشعبيين لكن سفيان عنده اللمسه ديالو من غير آلة الوتار، كاين آلة الكمان وكذلك العود وآلات كثيرة اللي كيعزف عليهم، ما شاء الله من الأصوات الرائعة. شفناه في التلفزيون المغربي وشفناه في سهرات ومهرجانات، وإن شاء الله كيخطي خطوة بخطوة باش إن شاء الله يوصل المشعل ديالو والمبتغى ديالو. سي سفيان المخلوفي مرحبا بك. الله يبارك فيك الأخت ماريا، تحية لك، تحية لشوف تي في، تحية للطاقم التقني، بواشر مباركة على جميع المغاربة داخل وخارج أرض الوطن. تبارك الله عليكم، مرحبا بك في هذه مائدة الإفطار اليوم اللي غنتقاسموا الأجواء والعادات والتقاليد. الأجواء عندك كفنان في الدار، كتبقى تنشط الدار تغني معاهم ولا ولا شوية شخص آخر؟ لا لا، في رمضان كنسى شوية الموسيقى، هو كباقي الناس في رمضان كان يعني كنفيق، كنمشي نتغدى في السوق. حاجة اللي كنديرها بزاف في رمضان هي صلة الرحيم، ضروري خاصني نمشي نشوف لافامي، نشوف الأصدقاء ديال الدراسة، من بعد خاصني نمشي ضروري نمشي للنهار الثاني ندوزو في البحر. ضروري ندوزو يعني في البحر، يعني من عشاق البحر. ضروري ضروري نمشي للبحر في رمضان، من غير رمضان يعني ملي كيكون عندي واحد الوقت كنمشي. كدوز الوقيته بما أذن. لا نمشي بما لا كتبقى واحد نص ساعة عاد كنمشي نشوف شنو خاص في الكوزينة اللي نقدر شوية نعاون فيه وصافي. تبارك الله عليك، كتعاون شويه مالي الدار، تشق معاهم، طيب معاهم شي حوايج. ما تسولينيش على الطياب، واش كتعرف طيب ولا خوك يعني كطيب القلب اليوم. كطيب القلب. وانا الاختصاص اللي عندي هو كنست في الميضه، كنعرف كتعرف والتسخان اللي كاينه شي حاجه ديال التسخان. توا هذيك راه ساهله، كنضحك على المشكل. عقوبي. اما الطياب ضروري كتخرج ليا شي كارثه، اما تحرق لي الطاجين يا اما نطيب شي حاجه من تما جباس. لا ماشي هذيك، لان زعما لا يخطينا عيالات زعما كيتكرفصوا في هذا رمضان. امين، الله يخلينا، الله يخلينا ليكم، الله يحفظكم لينا. زعما كيديروا واحد المجهود كبير باش يزوقوا هذيك الطبله ويحطوا لنا اطباق اللي هي شهيه اللي نقدروا اننا نستفتحوا بها رمضان وناكلوها في الاطباق ديالنا في رمضان. اكيد. سي سفيان، علاقتك باله الوتار كيفاش جا عندك ذاك الالهام ديال انه صافي غنهز اله الوتار وغندرب عليها ونخدم عليها بالرغم من انه هي اصعب اله؟ اله الوتار لانه خصك تعرفي الاصل ديالنا، حنا من مدينه اسفي، هذا هو الاصل ديالنا. و في الفتره ملي كنت صغير يعني كنت كنشوف تبارك الله العازفين ديال الوتار، الفنان عابدين، الفنان جمال الزرهوني، كنت كنشوف رويشه بزاف كان كيعزف الوتار، وبغيت هذيك الاله يعني. لقيت راسي بانني عندي ميول لهذيك الاله اكثر. عاد من بعد درست في المعهد، درست العود كمان وكذا، ولكن الوتار كتبقى هي الاله هي اللي قريبه مني اكثر. وحتى المشاهدين دابا سفيان كيعرفوا سفيان مخلوفي بالوتار. ولكن ما كيعرفوكش بالكمان جا ولا العود. في الاعراس وفي الحفلات ومؤخرا كانوا سهرات، كانوا سهرات في القنوات التلفزيه كانوا كتجوز بالوتار، الاغلبيه كانوا بالوتار، ولكن كاينين يعني حفلات اللي كانوا بالكمان جا، ولا كانت مؤخرا سهره كانت دازت فيها العيوط وكذا كانت بالكمان جا، باش نحاولوا ننوعوا شويه يعني، نحاولوا المستمع الكريم والمتفرج الكريم انه يشوف سفيان المخلوفي بآلة الوتار وبآلة الكمانجة وبالآلات أخرين، علاش لا؟ تبارك الله، عندك واحد الصوت ما شاء الله زوين، علاش مشيتي للشعبي بوحديته ما مشيتيش للأغاني العصرية والشبابية؟ كيف قلت لك الشعبي هو الحاجة اللي كانت قريبة مني أكثر، اللي كنلقى فيها راحتي، كنغرب أنا في العراسات كنحيح بهذاك الشعبي يعني كنلقى راسي راني مرتاح. تيفوت رمضان إن شاء الله نحضر معك الشعر. مرحبا. إن شاء الله بإذن الله. كيقول لي المخرج أنه الآذان نفرقوا صيامنا ان شاء الله باذن الله ونكملوا حديثنا.
ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام. صحة فطوركم وصحة فطورنا مع الفنان المتألق صفية المخلوفي. أكيد شفناه في مجموعة من الحفلات وتبارك الله من الأصوات الجميلة. كنتمناو ليه إن شاء الله كل التوفيق وبصحة وراحة فطور. الله يعطيك الصحة. واخا ما كليتيش بزاف تبعك عراضة. أنا من النوع اللي ما كانش خاصنيش نغلق بزاف في الفطور. كناكل غير شوية من هنا شوية من هنا. حتى العشاء عاد كتاكل مزيان. كتفرج شويه في التلفازه مغربيه ولا برامج؟ ضروري في مع الفطور ضروري كنتفرجوا في كاع القنوات المغربيه كنتفرجوا في، ولكن كاينه واحد السلسله اللي كنتفرجوا فيها في الدار كتعجبنا هي السلسله ديال كبور. كبور سامك كبور السلسله اللي كتعجبنا. المهم كاع البرامج ديال لا القناه الاولى ولا الثانيه ولا المغربيه ولا الرابعه كلهم ولا الامازيغيه كلهم برامج في المستوى وبرامج زوينه. شفنا مجموعه من الفنانين المغاربه دخلوا المجال، يعني مغنيين دخلوا المجال التمثيل. ما عمرها تحت لك الفرصه ولا عيط لك شي حد ولا فكرتي شي نهار تقول انا غندخل حتى انا للتمثيل؟ لا حنا دابا حنا خدامين على واحد الفيلم سينمائي. تبارك الله. الفرقه ديالي يعني في واحد يمكن واحد جوج لقطات ولا شنو خاص تكون الفرقه ديالي وكنغني فيها وداك الشيء. كنشوف بان الجانب ديال التمثيل ما ساهلش باش انك تدخل الغمار ديال التمثيل وتجمع ما بين الفن والتمثيل، يعني شي حاجه اللي هي صعيبه بزاف. يعني حنا غير مع الفن وما كنساليوش، يعني العام كامل انت من عرس لهنا من مهرجان لهنا ما كندويش على 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 قبل ملي كانت كورونا، كندوي دابا ملي دابا رجعت المياه المجاريه. فالفنان اللي كيغني ما كيساليش. صح. علاش؟ لانه كيمشي يحيي الحفلات الاعراس ديال المغاربه، ها هو من مدينه لمدينه، هو مراكش، هو طنجه، هو اكادير. يعني كيفاش غيمكن لك انك توفق ما بين هذا الشيء اللي كنشوف بانه ما غنقدرش نوفق ما بين التمثيل وما بين الفن. تخليك في الغناء احسن. يعني في الغناء احسن. انت من الفنان اللي كيخدموا في رمضان ولا رمضان مع العائله والصلاه والدين؟ لا دابا شي ربع سنين ما بقيتش كان يعني ما كنتش كنخدم في رمضان، لان يعني انا كنشوف بانه انا يعني عندي بواحد القضيه هو انني كنسال الموسيقى شويه في رمضان باش ورا رمضان كترجع بواحد الانرجي نفس جديد، لان ورا رمضان كيكون العرس ديال الناس في الصيف وكذا، يعني كتحاول ترتاح في هذاك رمضان وتعطي، لان دابا حتى لا فامي وحتى الدار ما كنشوفهمش، يعني في هذا رمضان اللي كنريح معاهم وكنحاول نخرج معاهم وهذه، يعني كنشوف بانه العمل في رمضان يعني كان من الاحسن. بزاف الفنانين ما كيخدموش في رمضان، كيحاولوا انه يخليوا ذاك الشهير للدين والله عز وجل تقرب من الله. شنو انا كنشوف الشهر ديال العباده والشهر باش انا كنرتاح نفسيتي كنرتاح باش كنرجع للميدان الفني وانا يعني مرتاح فيه وكنادي فيه مزيان. تبارك الله عليك اسيدي. الله يحفظك. شنو الحاجه اللي ما عجباتكش بكل صراحه في هذا الشيء ديال رمضان؟ مشيتي انا ماكل شتي في الميدا وهضرتي معايا شرب بعدا الكاس ديال بحال. شنو هي الحاجه اللي بعدا مثلا؟ شنو ما كيعجبكش في التلفزيون المغربي؟ كاميرا خفيه دراما. والله العظيم دابا قلت لك واحد القضيه، كيأدي الاداء ما كنكون كندير الاعمال الشاقه في كنستف اعمال شاقه فعلا وكنسخن والمسائل وهذاك الشيء. البرامج ديال رمضان ما كنشوفهاش بزاف، كنفطر كنخرج. مع دابا قلت لك كيف ما قلت لك راه حنا كنصوروا واحد الفيلم سينمائي، خاصني نفطر خاصني نخرج يلاه اتصل بالدراري باش يلاه يساليوا الفطور ديالهم، كنتلاقاو في البلاصه اللي كنصوروا فيها، خاصني نرجع عاوتاني في السحور عاوتاني. يعني يلاه غير نتسحر نريح شويه الناس عاوتاني الغد ليا البروغرام كيف عاودت لك. اما التلفازه والله ما كنشوف التلفازه في رمضان. تمام حنا غنشوفوك اليوم في التلفازه. مرحبا. ومع شي اغنيه ان شاء الله بالوتر ونرجع لكم مشاهدينا. ما سهرت انا وطلع دابي وما كاين خير مريم، ما لقيت الخير وضحك قلبي ضحك ضحك ونسى الهموم
البارح غير نسان والبارح ماشي بحال اليوم، غادي نمشي بالمرة نقول ما عمري حبيت، سولي قلبك يا حسرة عذبني وشحال بكيت، غادي نمشي بالمرة نقول ما عمري حبيت، سولي قلبك يا حسرة عذبني وشحال بكيت. مسرت انا والشمعة والليل هي دمعة وانا دمعة، دمعة حرقتني على خدي من وحش لحبيب، وما وفاش صغري حلامي ويامي مشات ذكريات، حلامي ويامي قاد ذكريات قاد ذكريات. والله يا ذاك الغادي جيب لي الخبر، واش مازال حبيبي ساكن في الضر، واللي هجرني ورماني سلاحه محرم، يا ما سهرت انا والشمعة والليل هي دمعة وانا دمعة، دمعة حرقتني على خدي من وحش لحبيب، ما وفاشي صبري حلامي ويامي قاد ذكريات. ما شاء الله ماشي احساس رجل دنيا شي الفنان كان يعني كنقول لاي فنان، شي الفنان اللي كيكون كيغني بطريقته وباحساسه فكون على يقين دغيا كيوصل لقلوب المغاربه اكيد. ما شاء الله عليك تصنع الغناء وكذا، فما نظنش انك تكون ناجح فنيا، ولكن الحمد لله الفنانين الكاملين ديالنا ديال المغرب تبارك الله كيغنيو بطريقتهم باحساسهم، لان المغرب عندنا يعني زاخر بال 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 بالمورود ديالنا الثقافي، الامازيغيه الشعبي، يعني العديد من الالوان الغنائيه اللي كاينه في البلاد. اكيد تبارك الله عليك. سفيان، سفيان شنو الشهيوه اللي ضروري عندك في رمضان خاصها تحط في طبلة الفطور؟ اذا ما كانش سفيان يخرج لهم سفيان واحد اخر. الصوبة في رمضان ديال الخضرة. ديال الخضرة ضروري خاصها تكون، ضروري يوميا، حيت كنشوف بزاف الناس الحريرة مثلا ولا الحسوة الحريرة البيضاء، اما الصوبة قليل كنسمع شي واحد كيبغي الصوبة في ال... انا كنشوف الصوبة بانه انا مغمغ كان يعني كنبدا بالتمار، شويه التمار شويه الماء وكذا، وكنبدا بالصوبة بعدا وكنشوفوا شنو طيب شي ود اللي كانوا. المهم صبت تتسح بها الجلسه. لا ضروري من الصوت. تبارك الله. توحشتي مهرجانات والحفلات زعما كورونا خلات واحد الكآبه وخلات واحد زعما الحزن. دابا كنشوف الحمد لله في الاعراس في المغاربه فرحانين في الحفلات ديالهم في الاعراس ديالهم، فان شاء الله ملي غيرجعوا المهرجانات وغيرجعوا الحفلات دابا الحمد لله صافي دابا بدا ولا الحمد لله وترجع المياه المجاري غنقول الحمد لله. من هذا الشهر الفاضل شفنا بزاف ديال الحوايج تغيرت، فكنتمناو من الله عز وجل انه رزقنا الصحه والسلامه دائما، نبقاو مجموعين وفرحانين ومع احبابنا. غنختموا معك ان شاء الله لان ما سخيناش بك، نختموا معك بشي اغنيه اخرى وتقول كلمه للجمهور ديالك. قولوا كلمه هي الاولى باش نختموا بالاغنيه. كنقول الجمهور الكريم شكرا على الدعم ديالكم، ويعني انا بلا بكم سفيان المخلوفي راني ما كنقدرش يعني نكون في المستوى المطلوب، واواشركم مباركه للمغاربه كاملين فين ما كانوا داخل وخارج ارض المغرب. تحيه لك الاخت ماريا وتحيه للطاقم التقني وشوف تي في وكل الساهرين على نجاح هذا البرنامج. مرحبا بك خويا سفيان، شرفتينا بالحضور ديالك في فطور مع مشهور الليله. كنتمنى مشاهدينا انكم تكونوا استمتعتوا معنا بهذه الحلقه اللي كانت حلقه جد جد رائعه. سفيان غادي يختم لنا باغنيه بآلات الوتار. كنبقيكم معنا غدا ان شاء الله مع ضيف اخر فطور اخر. الى اللقاء. يا محمد صاحب الشفاعة والنور الهادي، يا محمد بيك نشهد بالله، يا محمد كل شفيع في يوم الميعادي. الله. عين الرحمة يا الهادي عظيم الجاه، يا محمد صاحب الشفاعة والنور الهادي، يا محمد بيك كنشهد من بعد الله، يا محمد كل شفيع في يوم الميعاد، عين الرحمة يا الهادي عظيم الجاه، عطيتي المثال في الصبر والإيمان الصادق، دعوة لله وحده العلي القدير.
كنتي قد نوعي كل مؤمن والمؤمن صادق حكمة وصبر وتبات وحسن تدبيري يا محمد صاحب الشفاء والنور الهادي يا محمد بيك نشهد من بعد الله يا محمد كل شفيع في يوم المعادي يا عين الرحمة يا الهادي عظيم الجاه الله الله.